أرى أول ما أرى. أنا لم أهنئ الأستاذ عبد الحليم علام، لكن أهنئ الجمعية العمومية الذي اختارته. ليه؟ لأن الانتخابات كانت قضية، والقضاة الذين حكموا فيها هي الجمعية العمومية اللي قضى مين في دي. كانت انتخابات قضية، قضتها مين؟ الجمعية العمومية. حكمت حكما في وقت وجيز سنة ونص، طلعت الجمعية العمومية على إدراك واعي وكامل بأن هذا الرجل هو الرجل المناسب للمكان المناسب، وبالتالي شهدوا شهادة الحق ولم يشهدوا شهادة الزور. فقبل أن أهنئ أستاذنا الجليل النقيب العام، أهنئ الجمعية العمومية لحسن اختيارها، وأهنئ الشباب الدفعة السابعة من المعهد بأن اللي هيمضي على كرنهم النقيب عبد الحليم علام، لأني بنتي من ضمنكم وحضر معاكم، وكنت أخشى أن يمضي على كرنها أحد آخر، كنت سأموت كمدا، ولكن الحمد لله ربنا نصفني والحمد لله حقق غايتي. هذه من ناحية المحاماة، سر الحياة وأمانة عالية، ساعات في مجلس في القضاء وفي المحاكم نورها ضياء، ابتسامات يشهد عليها القمر في السماء، سعادتنا هو رؤيتنا لوجهكم الصبوح، أمنيتنا توفيقكم بدون بروح، لا أملك سوى الدعاء لتظل علاقتنا والمحاماة في أمان واطمئنان وسلام.